إلى النفس. ليش نقلتي حياتك من كنتي مدرسة صرتي بالإعلام انتقلتي لوظيفة؟ يا حبيبتي شوفي خليني أقول لك، أنا أول شيء 10 سنوات مزاولة تدريس، صحيح. بعدين وقفت عشان أكمل دراستي، أوكي. سجلت على الشركة، أوكي. مالتي، بعدين صار ان تدعين دعم العماله اكيد ما راح يكون مقارن براتب المعلمه، وانا ام وعندي بيت وعندي مسؤوليات وعندي وعندي، فصار لازم في وظيفه مسانده، فسجلت في الاعلام على بند المكافآت، اوكي. في يعني اشتغل شويه هني اعداد، شويه هني شويه هني تقديم، شويه كذا هني، على ما ترجع مرتاحه لين اقدم رسالتي، اقدمها واخلص واناقش، روح يا المعهد يا جامعة الكويت، المجال مالي تدرين انت مجال النقدي، شغلني بأي مكان، جامعة الكويت، وزارة الإعلام، قسم الرقابة، معهد العالي للفنون، وين ما ابي اروح، كلية تربية أساسية، هذا كان طموحي. خلص شهادتي بعدين اتعب شوية الحين، بس بعدين ارتاح. 7 صنايع